اهلا بيكم اصدقائي في حلقه جديده مع مجدي خليل، النهارده هنناقش او بمعنى اصح هنستعرض كتاب حامد عبد الصمد الفاشيه الاسلاميه، كتاب حامد عبد الصمد الفاشيه الاسلاميه، حامد عبد الصمد نزل هذا الكتاب بالالمانيه هو معظم كتبه بتنزل في البدايه بالالمانيه، ثم هذا الكتاب تحديدا ترجم الى الانجليزيه اسلامك فاشيزم ثم ترجمه الى العربيه ونشرته دار ميريت وترجمه رامي يحيى تقريبا تحرير الطبعة العربيه رامي رامي يحيى وده خليني على فكره نشيد بدار ميريت دار ميريت في مصر هي دار صغيره لكنها دار بتنشر كتب التنوير والحريه والعقلانيه محمد هاشم شخصيه رائعه وارجو ان كل المشاهدين بتوعنا في مصر لما تحبوا تشتروا حاجه اشتروا كتب دار ميريت لانها دار محترمه جدا جدا ونشرت الكثير من الكتب القيمه يعني. نبدا أه بقى بكتاب حامد عبد الصمد الإسلامي الاسلاميه الحياة حامد عبد الصمد في هذا الكتاب انا يعني حامد عبد الصمد نفسه يعني معروف طبعا كباحث في الاسلام السياسي ومحاضر في في هذا الموضوع في بعض الجامعات الالمانيه تعلم في كليه الالسن في مصر ثم جامعه شمس ثم واصل دراسته في المانيا للعلوم السياسيه وركز على التاريخ الاسلامي والاسلام السياسي وبعد ذلك الى الاسلام الدين نفسه كسيولوجي قدم 170 حلقة برنامج اسمه صندوق الإسلام على قناة الحياة المسيحية ثم الآن إلى صندوق الإنسان بدأ عدة حلقات من برنامج جديد اسمه صندوق الإنسان حمد عبد الصمد ساب الإسلام يعني ترك الإسلام لأنه وجد أن النص الديني الإسلامي والتراث الإسلامي لا, ي... لا يتماشى لا مع عقله ولا مع إنسانيته مع الاتنين ولهذا هو يعتبر خرج مش إلى الإلحاد خرج إلى منطقة في تقديري ألا أدري إلى منطقة الإنسانية يعني أنا مش, مش, عاوز, مش عاوز الموضوع ده الإسلام مفوش حاجة تعزز إنسانيتي تغذي إنسانيتي بل العكس فأنا هقعد فيه ليه رغم أن حمد عبد الصمد يعني اتفاجئت ان هو مش بس كان ابوه امام، لا هو كمان لحد ما راح المانيا سنه 95 وعده سنوات في المانيا كان مسلما محافظا حساسا جدا على نقد الاسلام، وكان زي المسلمين الاولاد الشيوخ. ولكنه عندما فتح عقله وقلبه للعلم وللمعرفه وللانسانيات تغيرت حياته كلها الى الافضل بالتاكيد. في هذا الكتاب انا اول حاجه جميله جدا حبيتها في هذا الكتاب التقديم ليه التقديم بيقول الى روح كل من محمود محمد طه طبعا محمد محمود محمد طه اللي الحك... عدمه جعفر نميري عشان قال ما نستخدمش القرآن المدني وفرج فودة طبعا المفكر المصري المعروف لأنه كان يريد فصل الشريعة ولا يريد الشريعة ولا الدولة الإسلامية والى رسامي شارل ابدو اللي هم بشجاعه انتقدوا الاسلام، ليه حمد عبد الصمد بيهدي للتلات رموز دول كلهم ماتوا، ماتوا من اجل ارائهم، كلهم دفعوا حياتهم ثمنا لارائهم، قال ايه؟ الى كل من أدركوا انه لا يوجد حل وسط بين الحريه والفاشيه، دول خلاص دول شجعان، ما فيش حل وسط بين الحريه والفاشيه، هذا تقديم جميل جدا. حاجه ثانيه اللي عجبتني بعض ال ال الكتابات اللي هي مكتوبة على حامد عبد الصمد وعلى كتابه بيقول لك يتعقب هذا الكتاب جريدة الاندبندنت البريطانية بتقول لك يتعقب هذا الكتاب جذور الفاشية الإسلامية حتى يصل لمؤسس الإسلام نفسه كتاب مستفز للغاية يطلب المسلمين بالتخلي عن قدسية القرآن والرسول هذا لخصتها الاندبندنت بتقول للمسلمين يعني ما فيش حل واسط الفشي... اذا اتبعتوا هذا الموضوع يبقى هتب... هتفضلوا في الفاشيه، حتى لو كانت الفاشيه راكده في... راكده في عقولكم ولكنها داخليا موجوده يعني. وبيقول دوتش او دوتشفيلا ب... بكلمات ثاقبه يوجه حامد عبد الصمد نقدا تنويريا للاسلام السياسي كتاب مهم وشيق. جريدة ليفجارو الفرنسية بتقول حامد عبد الصمد هو واحد من أهم خبراء الإسلام السياسي في أوروبا يوضح الكاتب أوجه الشبه بين الفاشية والإسلام السياسي ويبحث عن جذور الفاشية الإسلامية حتى يصل للقرآن نفسه هو لا يرى أن الإسلام السياسي هو تشويه الإسلام بل الترجمة السياسية الصريحة لتعليمه كده وضوح ان حامد عبد الصمد لا يرى ان الاسلام السياسي هو انحراف عن الاسلام بل ان الاسلام السياسي هو السياق الصحيح للاسلام يعني انا مش هقرا في كذا حاجه تانية لكن هسيبها للي هيشتروا الكتاب وهو موجود على امازون بالعربيه وبالانجليزيه ايضا لمن يريد شراء هذا الكتاب نبدا متى بدا مصطلح الفاشيه مصطلح فاشيزم فاشيه اسلاميه اسلامك فاشيزم بدا امتى هذا المصطلح هذا المصطلح على فكره مصطلحات دي قديمه جدا جدا يعني كان في اوروبا حتى قبل الحروب الصليبيه والفتره النابليون وغيره البونابرتيه اللي بيقولوا عليها لما كان يظهر شخص عنيف او حركه همجيه او مجموعه همجيه كان يقولوا ده اسلام جديد هذا محمديون محمد يبعث من جديد يعني الايمج الاوروبيه القديمه عن محمد وعن الاسلام لا تختلف عن ما كتبه حامد عبد الصمد في كتاب الفشية الاسلاميه في عالم لاهوت سويسري معروف اللي هو كارل بارت قال في محاضره عام سنه 1938 ان ما يقوم به هتلر هو اسلام جديد هنا بقى دخلنا على النازيه والفشية وتلاصقها مع الاسلام بيقول اللي بيقوم به هتلر ده هو اسلام جديد في سنه 41 كتب لاهوتي الماني ايضا معروف واللي هو هانز ايرنبرغ قال ان الاسلام فاشي او هنا مصطلح فاشي هو الاسلام فاشي وعدد الكثير هذا هذا اللاهوتي الالماني عدد الكثير من من المقارنه عمل مقارنه واسعه ما بين الاسلام والفاشيه وجد شبه تطابق بين الاسلام والفاشيه فهذا الموضوع قديم انا قريت ان يعتقد ان من استخدم مصطلح الفاشيه الاسلاميه اسلامك فاشيزم تحديدا كهذا المصطلح تحديدا مستشرق الماني ايضا اسمه ديترف دوران دوران 1940 مات 2010 واستخدمه دوران عام 2001 في مقابله مع صحيفه الواشنطن تايمز المحافظه الامريكيه لكن هذا المصطلح انتعش بعد 11 سبتمبر، بعد 11 سبتمبر، بعد 11 سبتمبر مباشرة انتشر مصطلح الفاشية الإسلامية. تاني يوم يوم 12 سبتمبر 2001، 12 سبتمبر 2001 صحيفة اللوموند الفرنسية الشهيرة عملت مانشيت ضخم جدا كلنا أمريكيون ومنشيت مانشيت تاني ضخم جدا يقول الإسلامية الدولية تحل محل الشيوعية الدولية. الإسلامية الدولية تحل محل واحنا عارفين قد ايه الشيوعية الدولية استبدادية، فاشية، أيديولوجية دغمة كل حاجة، يعني هم اللي وضحت لخصت القصة ان الإسلامية الدولية حلت محل الشيوعية الدولية، لكن قبل كده سنة 94 طبعا آآ... سامول هانتنجتون وانا عامل مقالة تفصيلية ممكن تلاقوها على الانترنت هل تتحقق نبوءات صامول هانتنجتون بعد وفاته يعني قال اتكلم على خطر الشمولية الاسلامية قال ايه آه... هانتنجتون في هذا الموضوع قال صراع القرن العشرين صراع القرن العشرين بين الديمقراطية الغربية والماركسية ليس سوى ظاهرة سطحية زائلة بالمقارنة بعمق وحجم الصراع بين المسيحيه والاسلام وعمقه طبعا، يعني ده ده جمله عارضه، الشيوعيه دي سبعين سنه جمله عارضه لكن ال لكن التناقض الحقيقي هو بين المسيحيه والاسلام، ده اللي قاله هانتنجتون، وبعد كده كتب في النيوزويك بعد 11 سبتمبر مقاله سماها عصر حروب المسلمين، وقال عدد فيها ان احنا داخلين في عصر حروب المسلمين اللي وصفها مؤرخ اخر شهير المستشرق يعني برنارد لويز مستشرق الشهير برنارد لويز ايضا بيسميه عصر الهياج الاسلامي حاله هيجان حاله هيجان المهم كمان الكاتب المفكر والكاتب والاكاديمي فرانسيس فوكياما كتب في نفس الوقت في نفس العدد وانا عندي العدد عدد اللي اتكتب فيه عصر حروب المسلمين لسامول هانتينجتون كتب في قيامة مقالة كبيرة اسمها انهم يستهدفون العالم المعاصر قال ايه فيها في قيامة وقتها بيقول لك بحر الفاشية الاسلامية الفاشية الاسلامية أو الفاشية. التي يسبح فيه الارهابيون يشكل تحديا ايديولوجيا اكثر خطرا من الايديولوجية الشيوعية وقال ايه نحن في مرحلة صراع بين الديمقراطية الليبرالية الغربية والفاشية الإسلامية أو ذكر الفاشية الإسلامية أكثر من مرة في مقاله سياسيا أول من استخدم هذا المصطلح كرئيس كبير هو جورج دبليو بوش طبعا اللي حذر في 7 أغسطس 2006 قال حذر من تحول الفاشية الإسلامية إلى أيديولوجية ثابته تهدد بالاستحواذ على الشرق الاوسط باكمله ولذا يتوجب علينا مواجهتها ومحاربتها ده قاله وبعد اربع ايام من هذه الجمله قال كرر نفس الكلام جورج دابوش وقال نحن نخوض حربا ضد الفاشيين الاسلاميين هذا هو باختصار تاريخ مصطلح الفاشيه الاسلاميه طبعا هو في تاريخ طويل قوي قوي بس دي محطات سريعه في تاريخ الفاشيه الاسلاميه طيب ايه؟ وهتشوفوا في كتاب حمد عبد الصمد كتير جدا من اوجه الشبه ما بين الفاشيه بمصطلحها كترمينولوجي كمصطلح وبين الاسلام الاسلاميه، وكمان انا بعيب على المترجم لهذا الكتاب المصري رامي يحيى بيسميها اسلامويه، هي مش اسلامويه، هي اسلاميه منسوبه للاسلام، مش مختطفه الإسلام هي اسلاميه، وهذا ترجمة خطا طبعا، لأن عاوز يبرئ الاسلام من الاسلاميه، الاسلاميه هي ان هي ترجمه حقيقيه وامينه للاسلام للتاريخ الاسلام مش مختطفه الاسلام اختطاف الاسلام اللي حب يجامل بيها جورج بوش المسلمين وكده مش صحيحه ما اختطفش الاسلام هو ترجموه ترجمه حقيقيه ولا ترجموه ترجمه حقيقيه ايه سمات ايه سمات الفاشيه لما تعرفوا سمات الفاشيه تعرفوا قد ايه تنطبق على الحركات الاسلاميه الروح العسكريه اول حاجه الروح العسكريه العنف والجهاد هو ده ايه تقسيم العالم إلى أصدقاء وأعداء طبعاً أصدقاء وأعداء دار الإسلام ودار الكفر المسلم والكافر المؤمن مش عارف إيه نظرية المؤامرة مزمنة عند الفاشيين نظرية العالم كله الدنيا كلها بتتأمر ومزمنة في العقلية الإسلامية نظرية المؤامرة صناعة الخوف جزء من سمات صناعة الخوف مش بس تخوف أتباعها وتخيف خصومها عاوز تخوف الجميع هي الفاشية جزء من أدواتها صناعة الخوف كمان الفاشيه الاسلاميه والفاشيه بصفه عامه تعادي الاحزاب وتعادي الديمقراطيه وتعادي التنوير وتعادي الحريات وتعادي كل وتعادي العقل وتعادي كل شيء الفاشيه خلقت دكتاتوريات متوحشه والاسلاميه عبر التاريخ خلقت دكتاتوريات متوحشه الفاشيه بتثير الذعر عند الناس وتخلق حاله السخط وعدم الرضا بتخلقها لو مش موجوده لازم تخلقها لازم تخلقها الاسلاميه والفاشيه والفاشيه الاسلاميه في حاله مهمه مقدسه طول التاريخ مهمه مقدسه عندها مهمه مقدسه وطبعا ده ينطبق على كمان على الاسلامية كمان كفاشية، العداء لليهود، شفنا النازيين والفاشيين وكده وكده والاتراك ولما كانوا عثمانيين وفش كله بيعادي كانوا معاداة اليهود شيء اساسي. زي ما النازيين اللي عملوه في اليهود، زي ما الاسلاميين عبر التاريخ من دولة محمد إلى إلى حتى الآن العداء لليهود ثابت، أحد الثوابت الرئيسية في التاريخ الاسلامي. التفوق العنصري انهم متصورين انهم متفوقين انهم احنا اخلاقيا احسن من غيرنا احنا خير امة احنا احنا ده هذه الفاشية الاسلامية السعي للنقاء الديني او العرقي عاوزة تسعى لنقاء الديني او العرقي الفاشية بتعمل على النقاء الديني او العرقي يعني ايه النقاء الديني او العرقي؟ يعني لو عندي اقلية دينية لازم اتخلص منها عندي اقلية عرقية لا الجنس الاري او المسلم بس لا لا دينان في جزيرة العرب اقضوا إيه دو على دول اقضوا إيه دو على الارمن في تركيا اقضوا إيه على اليهود فينا هو ده العقلية العقلية الفاشية العقلية الفاشية الامتلاك الحقيقة المطلقة نمتلك الحقيقة المطلقة نحن وغيرنا يمتلك الخطأ الدائم يعني غيرنا دول على خطأ دائما وإحنا صح طول الوقت نملك فقط نحن فقط ملاك الحقيقة المطلقة سحق الاعداء والسياده على العالم، لو شفنا الفاشيه والنازيه والاسلامويه عاوزه تسحق الاعداء، تسود على العالم، أستزيد العالم، سيطره على العالم، اقامه الخلافه، اقامه الامبراطوريه. عقده الاضطهاد وخطاب المظلوميه موجوده عند النازيين وعند الفاشيين وعند الاسلاميين ده يعني احد السمات الرئيسيه في عقلهم. الاحباط المزمن، عندهم احباط مزمن، مزمنين في الاحباط. دول عندهم يعني إحباط يكفي البشرية كلها أمجاد الإمبراطوريات الغابرة دول عاوزين يرجعوا الألمان والفاشيين الإيطاليين والإسلاميين عاوزين يرجعوا لدولة الخلافة أمجاد الإمبراطوريات اذا نجحت الفاشيه حولت بلادها الى جحيم واذا فشلت تحولت الى ارهابيين هؤلاء, هؤلاء هم الفاشيون الاسلامون يا اما يحولوا بلادهم الى خرابه زي الصومال زي ايران زي افغانستان زي 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 السودان زي ده واللي يفشل منهم يبقى ارهابي فهذه هي يعني يعني في كتاب حمد عبد الصمد ناقل حاجه لطيفه طبعا وسنة رئيسيه في الفاشيات اضطهاد الاقليات اضطهاد الاقليات لازم تضطهد الاقليات عبد الوهاب مآب كتاب عامل كتاب اسمه أمراض الإسلام بيقول إيه العالم الإسلامي لم يتقبل بعد فكرة أنه فقد السلطة والسيطرة هم زي المجانين مش مصدقين أنهم فقدوا السلطة مش مصدقين أنهم فقدوا الخلافة مش مصدقين أنهم بقى في العالم مش مصدقين أنهم بقى في البشرية بتبص لهم نظرة شفقة على ما وصلوا إليه ده مش مصدقين طيب ده جزء في فصل مهم جداً في كتاب حمد عبد الصمد اللي هو العلاقه بين الاخوان المسلمين والنازيين والفاشيين. آه الاخوان المسلمين كنموذج للفاشيه الاسلاميه ايه العلاقه بينها وبين هتلر وبين موسوليني؟ ايه حمد عبد الصمد عامل فصل رائع بتوسع فيه على هذه العلاقه، انا هقول لكم باختصار شديد امين الحسيني مفتي القدس اللي هو كان اخواني وكان صديق لهتلر وطبعا صديق حميم لحسن البنا. هذا الرجل الامين الحسيني كان بيجند لهتلر المسلمين من دول الاتحاد السوفيتي الاسيويه ومن يوغسلافيا يجند له مسلمين لهتلر علشان يحارب يحارب بيهم هتلر كمان ولما جند كتير من المسلمين لهتلر اداله هتلر قطعه ارض عشان يعمل عليها مسجد اللي اتعمل عليها مسجد ميونخ مسجد ميونخ ده اللي هو خدوا سعيدة رمضان جوز بنت حسن البنا وخلاها مركز انطلاق الإسلا... الإخوان المسلمين في أوروبا هذا على فكرة مسجد ميونخ ده اتكتب عليه أكتر من كتاب مش كتاب واحد أكتر من كتاب اسمه مسجد ميونخ مسجد ميونخ ده هو السنتر اللي انطلقت منه الإسلاموية في أوروبا الإخوانية في أوروبا الفاشية الإسلامية في أوروبا وكمان هتلر ادى ادى لامين الحسيني اذاعه في طهران في ايران باللغه الفارسيه والتركيه والعربيه كان طول الوقت يسب اليهود ويقولوا نقضي عليهم ويقول الحل النهائي ويقال وقالها نتنياهو ان هو امين الحسيني هو اللي اقترح على النازيين ما يسمى بالحل النهائي ذا فاينل سولوشن ده حاجه خطيره جدا الحل النهائي اقضى على اليهود كلهم وهذه الفكره يقال انها جاءت من انتشر كثير انها جاءت من امين الحسيني وكتبها حامد عبد الصمد في كتابه البنا حسن البنا نفسه ما سماش نفسه امام او قائد لا سمى نفسه مرشد وعلشان الكتاب نازل بالالمانيه وحمد عبد الصمد متخصص ايضا بيكتب بالالمانيه فهي كلمه فهرر اللي هي كانت لقب هتلر ترجمتها الى العربيه مرشد يعني حسن البنا خدها من لقب هتلر خده، ونفس الكلام خده الخميني الفاشي ايضا، الفاشيه الشيعيه مجسمه في الخميني. من العلاقه بين النازيين ايضا حسن البنا كان منبهرا باسلوب موسوليني وبخطاب موسوليني سنه 1935 في العسكره الابديه الايطاليه، موسوليني كان بيقول ان احنا عاوزين نمزج الجنسيه الايطاليه بالروح العسكريه، يعني يبقى ايطالي في عسكره الى الابد. ده اللي خدوا آه وكان مبسوط منه حسن عارف حسن البنا بيقول ايه ان فكرة عسكرة المجتمع هي مش بدأت مع الفاشية ومع موسلينة هي فكرة بدأت مع نبينا محمد يعني بيقول حسن البنا بيشيد بالفاشيه بيشيد بخطاب موسوليني سنه 35 وعمل عمل عمل خطبه حسن البنا بيسميها سماها السنيور موسوليني وقال احنا فاشيين آدم منك كنت بتدعي انك انت فاشي احنا فاشيين من زمان من ايام النبي محمد احنا فاشيين ده اللي قاله حسن البنا وقال ان الاسلام هو من قدس الروح العسكريه من قدس الروح العسكريه عشان كده البنا بنفسه هو اللي صمم شعار الاخوان المسلمين السفين المتقطعين دول وكلمه وأعدوا والشعار الله غايتنا القران دستورنا النبي قائدنا الجهاد طريقنا الموت في سبيل الله اسم أمانينا شعارات عسكريه حربجيه حربجي حربجي بمعنى حربجي كمان شباب الإخوان المسلمين كانوا بيرتدوا الشبيبة بتوع الإخوان المسلمين كانوا بيرتدوا القمصان البنية زي شبيبة هتلر بالظبط وهم يهتفون الجهاد الطاعة الصمت شوفوا الصمت ده الجهاد الطاعة الصمت يعني الكتمان والسرية حسن البنا قام بترجمة أول مجلة نازية وخدها اسم لمجلته اسمها المنذر لما حسن البنا حب يعمل مجلة ترجم اسم اسم الترجمة لمجلة نازية وكتب في افتتاحية هذه المجلة كتب ايه ان دول المحور ايام الحرب العالمية الاولى دول المحور برلي برلين و... لو في الحرب العالمية الثانية برلين وروما وطوكيو هم شبه اسلاميين بيقول ان الناس دول بتوع المحور دول الفاشيين دول شبه اسلاميين ليه يا حسن البنا شبه اسلاميين لانهم يدعون الى النظام والكفاح والعمل وهذه مبادئ اسلاميه روجوا ان هتلر اعتنق الاسلام وحج سرا الى مكه وسمى نفسه الحاج محمد هتلر، كانوا بيروجوا كده، ويقولوا هتلر لو غزا مصر هيضرب الكنائس وهيضرب المؤسسات الانجليزيه ولكنه سيترك المساجد، كانوا بيروجوا في مصر هذا الكلام. الاخوان المنشق علي عشماوي ده كان احد قاده التنظيم السري لاخوان المسلمين في كتابه التاريخ السري لاخوان قال ان حسن البنا قام بدراسة هياكل النازية والخدمات الأمنية والجستاب الألماني قبل أن يؤسس الجهاز السري الإخوان وتأثر بالحششون اللي هو بتوع الصباح في إيران كمان عباس محمود العقاد كتب وقتها أن, أن الإخوان المسلمين استلموا أموالا من النازيين لنشر الفاشية في مصر في, عصر في عام 1944 فشل حسن البنا في الانتخابات البرلمانية فهدد بأنه سيزحف على البرلمان ب ألف من الاخوان المسلمين م... على خطى موسوليني الذي زحف على البرلمان سنه 1929 بالفاشيين الايطاليين. تمام آه... طبعاً, طبعا كان حسن البنا بيكره الاحزاب ويكره الديمقراطيه ويكره التنوير وضد الاحزاب وضد الحياه الحزبيه زيه زي وزي موسوليني و, و... ال... آه... هتلر هذه اوجه الشبه بين جماعة الإخوان المسلمين والنازية والفاشية وديكم شايفين إن شبه متطابقين تقريبا الإخوان المسلمين مع النازية والفاشية كمان نيجي فصل تاني عامله حمد عبد على إن العداء لليهودية بين الإسلامية والنازية طبعا إحنا عارفين العداء لليهودية طبعا معروف أكثر الكتب اللي بيحتفوا بها المسلمين والعرب ايه كتاب بروتوكولات حكومات صهيون كفاح كفاح هتلر عشان اللي هو بروباجندا ضد اليهود بروتوكولات حكومات الصهيون معروف انه كتاب عباره عن كتاب مزور زور كتبوه في روسيا وتزور وهذا هو الكتاب اللي بيقتبسوا منه اغلب بيعتبروه كتاب مقدس كانه بيعتبروه كتاب مقدس كانوا بيعتبروه بروتوكولات يهوديه وهو كتاب مزور أه 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 منذ أن جاء النبي محمد طبعا هو زرع عداوة أبدية أبدية لليهود القرآن أطلق على اليهود لفظ القردة والخنازير النازيون كانوا بيسموهم الفئران والحشرات محمد بيقول أن من أول يوم لحد آخر لحظة لن تقوم الساعة إلا لما يكون في حرب بين اليهود والمسلمين وكل شجرة وكل حجرة يقول يا مسلم يا عبد الله وراء يهود يقتله إيه ده إيه ده إيه العداء الأبدي ده إيه ونفس الكلام العداء العداء النازي اسطوره القدس والاسراء والمعراج كلها كيد في اليهوديه واليهود القدس والاسراء والمعراج ومش عارف ايه والكلام ده كله كلها اه يعني لما اسس النازيون لامين الحسيني مفتي القدس أس لما اسسوا كما قلت اذاعه في طهران باللغات التركيه والفارسيه والعربيه كان بيبشر بالحل النهائي بيقول خلاص الحل النهائي لليهود قريب يبدو كان يعلم من هتلر كده واعلن المفتي سوف نقتلهم امين الحسيني في الاذاعه سوف نقتلهم حتى اخر رجل منهم بيتكلم عن اليهود لانه لا يمكن الا السيف فقط ان يقرر مصير امتنا السيف فقط هو الذي سيقرر مصير امتنا وقال سيد قد ان الله قد بعث لنا هتلر اللي كان ينتصر عليهم وقد يرسل لنا اخرين لينكلوا باليهود ويسموهم سوء العذاب وكان يرى أن خلاص المسلمين لن يأتي إلا بالقضاء على اليهود في جميع أنحاء العالم الإسلامي أصبحت الكراهية جزء من الشخصية الإسلامية جزء من الثقافة الإسلامية جزء من الثقافة القومية جزء من التاريخ جزء من الهوية الإسلامية معاداة السامية الإيرانية حاليا هي سمة للفاشية الإسلامية على خطى هتلر اللي بيعمله في إيران ده ويقولوا هنمحي إسرائيل ما هو ده نفس الفاشية النازية على خطى هتلر كل ده هتلاقوه في فصل حامد عبد على وحامد عبد عمل فصل كمان عن ال جذور الفاشيه طبعا هو يرجعها الى الى القران والى محمد يعني هو بيقول ما تفكروش ان الفاشيه الاسلاميه دي حاجه يعني سطحيه الجذر لا ده جذرها عميق جدا يعود الى بدء تاسيس الاسلام فصل لطيف كمان يعني مش اتكلم عنه كتير ان هو المحورية الجنس في الفاشية الإسلامية إن الفاشية الإسلامية الجنس عامل محوري فيها عامل محوري لأنهم ده بي بي بيكرموا الاختصاب بيكرموا الاختصاب وخطف السيدات بيكرموه اغزوا من اول اغزوا تبوك تغزمو... تغنموا بنات الاصفر يعني وفي حاجات تاني يعني حتى لا يليق ان انا اقولها على على هوس الجنسي في الفاشيه الاسلاميه لكن محمد أه عبد الصمد بيتكلم عن جهاد الارحام، جهاد الارحام اللي احنا هو زي اسلمه الارحام اسلمه يعني ان هم جهاد انك تغزو رحم المراه ده جهاد تمنعها ان تخلف اعداء للمسلمين، تمنعها ان تخلف كفار، تجذبها لكي تخلف مسلمين، جهاد الارحام تخيلوا كمان بيتقربوا الى الله باغتصاب المراه، تخيل يتقربوا الى الله باغتصاب النساء بل أن عذرية المرأة في الهوس الجنسي وفي المقيالة الإسلامية أهم من حياتها تخيلوا قيمة العذرية في الفكر الإسلامي وفي المقيالة الإسلامية أهم من حياة المرأة هذا هو الغزو الجنسي هم عندهم جزء أساسي من تحويل الناس إلى الإسلام بالجنس الغزو الجنسي عندهم الغزو الجنسي نيجي نقطة بعض النقاط اللي أنا يمكن وقفت آه أو اختلفتش فيها مع الأخ حمد عبد الصمد. هو حمد عبد الصمد طول الكتاب بيتكلم عن الأغلبية المسلمة، عاوز يفصل بين الإسلاميين وبين المجموع المسلم عام، ويعني بيقول ما... ما... ما تستهدفوش المسلمين كلهم ب... ب... يعني بذنب الإسلاميين، وأنا أوافقه في هذا الموضوع. أنا أوافق حمد عبد الصمد، ولا فيش أي حد عاقل ي... يدعو إلى استهداف المسلمين ده مئات م... الملايين نتيجة هذا فعل الفاشيه الاسلاميه نوافقه تماما، لكن ما لا اوافقه فيه هو الحيرة في تحميل مسؤوليه للاغلبيه المسلمه، انا كواحد عشت تحت كاقليه عشت تحت الاسلام والاسلاميه، نعم انا كتبت الكثير عن ضمير الاغلبيه المسلمه الغائب ضمير الاغلبيه نعم ضمير الاغلبيه بالصمت بالتبرير بالتواطؤ بالتهليل لا الأغلبية المسلمة عليها عليها دور كبير وتتحمل مسؤولية كبيرة في طول التاريخ الإسلامي وفي عرض التاريخ الإسلامي وفي في مين اللي طلع مين هتولي مظاهرة واحدة طلعت بها الأغلبية ضد اللي حصل ده ضد هذه الهمجية اللي ضد هذا الإرهاب ضد هذا هتولي مجموعة خرجت في اي دوله في الدول الاسلاميه بيخرجوا عشان كاريكاتير تافه او عشان كلمه هايفه وما خرجوش فين الاغلبيه فين الاغلبيه من اللي بيحصل للاقليات الدينيه في الشرق الاوسط محو مسيحيين العراق بالعكس المسيحيين في العراق قالوا جيراننا المسلمين هم اول من اعتدى علينا عندما جاءت جحافل التتار الاسلامي الى الى الموصل في مصر فين اللي بيطلعوا يخربوا الكنائس ما هو ناس عاديه جيران المسيحيين مسيحيين الشرق الاوسط من ياذيهم بياذيهم المسلم العادي وغياب وغياب ضمير الاغلبيه فانا بقول ان الاغلبيه المسلمه تتحمل مسؤوليه كبيره في المشهد الاسلامي الحالي مش عفيها حاجه الثانيه الاخ حمد عبد الصمد بيقول اني آه، ان الحروب بعض الحاجات حصلت في التاريخ، الحروب الصليبيه، المغول، آه، آه، الاحتلال العربي، الاحتلال الغربي للدول الاسلاميه، تاسيس دوله اسرائيل هي احد الاسباب الاساسيه لمسببات السخط. انا بختلف معاه في ان دي مش لا لا لا، السخط، السخط صناعه اسلاميه دائمه، السخط صناعه اسلاميه دائمه، ليه؟ ليه يا اخ حامد ان السخط صناعه اسلاميه دائمه؟ هو المسلم العادي المحافظ دينيا بيعتبر ان تفوقه الاخلاقي وحقه في السيطرة على العالم بديهية بيعتبر ان هو اعظم امة واعظم بتاع دي بديهية لازم البشرية تقبلها لازم البشرية تقبلها لما, لما يفشل في تحقيق هذه الاهداف الهمجية من السيطرة على العالم يصاب بالاحباط ويزداد الاحباط اكتر لما يلاقي خطط دفاعية ووقائية تواجهه زي الحروب الصليبية كانت خطة دفاعية وقائية لغزو الإسلام لأوروبا المسلم العادي المحافظ بيعتبر ان العالم ده كله غنيمة ليه وان خطته في اسلامة العالم ده مشروع ده حق مشروع دي بديهية ده جزء من حقيقه الاساسية ده زي ما بيقول الشيخ الازهر ان كل الناس بالفطرة مسلمين ان كل الانبياء بالفطرة مسلمين هما بيقولوا كده هذه البدايات ان يغزوا ويغتصبوا هذه الهمجية بيعتبرها بديهية فمش نتيجة الحروب الصليبية واسرائيل وبتاع ده اللي بيتردد بعض المسلمين كتير ان هو ده اللي انشأ الاخبار السخط والغضب الاسلامي صناعة دائمة ال ال الهمجيه هي تاريخ الاسلام هي محور التاريخ الاسلامي كله، الرغبه في السيطره على العالم هي رغبه دينيه مشروعه عند المسلم المحافظ وهم الاغلبيه بين المسلمين. فهذه دي نقطه كمان في نقطه كمان يمكن اختلف معاه فيها بيقول ان هو بيختلف ان عالمي الاجتماع الكبار ارنست جيلنر وفرانسيس فوكياما قالوا ان الحركات الاسلاميه مصدر للهويه المشتركه لعالم الإسلام اليوم. هو بيقول لا بيقول لا ده هي عكاز يتكئ عليه المسلمون طارة ثم يرفعونه مستسلح السلاح فوجع هو بيقول لا ان دي الحركات الاسلاميه ما تمثلش هويه مشتركه بيختلف مع فقيامه انا بقول له نو no. ده تمثل هويه ده هذه الحركات الاسلاميه تمثل الهويه المشتركه للمسلمين عبر التاريخ امال الخلافه الاسلاميه كانت ايه؟ <applause> إذا كان التاريخ الإسلامي كله هذه الحركات الإسلامية تمثل الهوية المشتركة للمسلمين. ده هي خفضت بس في العصر الحديث وبترجع تاني وإذا امتلكت القدرة كانت طبعا أنا أتفق مع في القيامة هذه تمثل الهوية المشتركة للإسلام وللمسلمين عبر التاريخ الحجاب ده الحجاب اللي هو رمز للحركة الإسلامية اللي بعثت في 50 سنة مش أصبح رمز للهوية الإسلامية في العالم كله؟ دمج الدين مع الدولة مش رمز للهوية الإسلامية في العالم كله العداء لليهود والنصارى مش رمز للهوية الإسلامية في طول التاريخ وفي العالم كله نظرية المؤامرة على الإسلام والإسلام في خطر مش رمز للهوية الإسلامية في العالم كله تاريخ الغزوات مش رمز للهوية الإسلامية في العالم كله نعم فبالتالي أنا بتفق مع القيامة أن الحركات الإسلامية بتمثل الهوية المشتركة للعالم الإسلامي وللتاريخ الإسلامي ولل... وللإسلام المعاصر بالتأكيد هذا بالتأكيد، لكن أنا هختم بلقطات ظريفة جدا من كتاب أخونا حامد عبد الصمد، أول لقطة بيقول أن قام بعض المسلمين حول العالم بالإشادة بهجمات 11 سبتمبر لكونهما نصرا مجيدا للإسلام، أنا بتفق معاه في هذا الموضوع آه بيقول آه بي مما ذكر في الكتاب يستغرب قيامة من مدى تأليه المسلمين لأسامة بن لادن محذرا بأنهم سيدفعون الثمن كما دفع الألمان من تأيدهم للنازي لا بالعكس اي مغامر عبر التاريخ الاسلامي كله لما بينجح ويكون اسوا ده, ده اسامه بن لادن ده افضل بكتير بكتير من همجيين طول التاريخ الاسلامي سيطروا وانشاوا غزوات وانشاوا دول وانشاوا بتاع ده بالعكس التاريخ الاسلامي كله كده يستغرب ليه في القيامه من كده ده الطبيعي ده يقول كتب حمد عبد الصمد اقتباس لطيف يقول بيقول ابو اسحاق الحويني الكافر اقل من الحيوانات بس ده حتى نص قراني وما وما الذي نفعله مع الحيوانات ابو اسحاق أبو الحويني بيقول نفعل مع الحيوانات ايه نركبها ناخذها الى السوق ونبيعها او نذبحها يا لهوي ابو اسحاق الحويني بيقول كده فهم طبعا عشان كده اتذبح ومش محلل وحامد بيقول ان التاريخ الفاشي يشهد ان الاعمال الوحشيه بدات بالكلمات ده حقيقه كل الاعمال الوحشيه في التاريخ بدات ب تنميط وتحقير الناس معينه ثم ازائها بالكلمات وهل هناك اكثر فاشيه من تسميه البشر بالحيوانات التي تستحق الذبح احد الجهادين نقل عنه حمد عبد الصمد الاسلام لن ينجح ما لم يكن هناك جثث مشوهه وجماجم محطمه طبعا هذا الاسلام متسق مع نفسه جزء لطيف برده بيقاله حمد عبد الصمد بيقول ان التفريق بين الاسلاميه والاسلام يتطلب، شوفوا هذه انا يعني الكم عباره دول احب اختم بيهم كتاب محمد عبد الصمد. ان التفريق بين الاسلاميه والاسلام يتطلب، اما ان يتم التبرؤ من محمد بشكل تام وان يتم التنازل عن حقيقه انه نموذج يحتذى به ان قدسيه القران ومحمد الابديه هي احد اكثر المشاكل الرئيسيه في الاسلام. انا بتفق مع محمد عبد الصمد في هذه العباره. وبيقول حمد عبد الصمد بيختم بيقول عندما يتخلى المسلمون عن فكره ان الهدف من حياتهم هو خدمه الله وفرض قوانينه على الارض فقط حينها سوف يكون الفصل ممكنا بين الاسلام والاسلاميه حاليا الفصل مستحيل بين الاسلام والاسلاميه بيقول كمان حمد عبد الصمد لا توجد ايديولوجيه تستحق ان يقتل المرء احد بسببها او من اجلها نهيك عن ان يقتل نفسه ان يضحي بنفسه حب الحياه وتقديس الحريه والفن والجمال هي افضل الاساليب لمحاربه الفاشيه، لذلك يكرهها الفاشيون الدينيون والعسكريون والقوميون على حد السواء وانا اتفق مع حمد عبد الصمد واضيف ايضا مواجهه الفاشيه يحتاج الى قوه. الاسلام عبر التاريخ لم يوقفه الا القوه، القوه ولا يحترم الا القوه، ولا يحترم الا القوي، وبدون وجود قوه لتردعه ستستمر يغزو العالم، ستستمر الفاشيه الاسلاميه تستعرض عضلاتها تقتل وتذبح وتسيء الى البشريه وتحبس العالم في الاسلاميه بتاعتها. لا يحتاج الى الجمال والفن والحريه وكده، لكن هذه ايضا وايضا يحتاج الى القوه. وانا اذكر حامد عبد الصمر بمقولات هو يعرفها فقه البلطجه، انا بسميه فقه البلطجه، من قويت شوكته وجبت طاعته. ده فقه البلط ده فقه بلطجه فقه بلطجه فقه الاستبداد حاكم غشوم خير من ام من فتنه تدوم يلا المستبد تفضل حتى لو اخذ مالك وظهر ظهرك لازم تطيعه فقه شرعيه المغامرين واللصوص والمجرمين من اعلن الجهاد التف حوله العباد هذا هو التاريخ الاسلامي يا اخ حامد الذي تعرفه جيدا والذي احييك واشكرك على هذا الكتاب الجميل والهام والذي ادعو الناطقين بالعربيه ان يشتروه من على امازون من دار ميريت اللي في مصر يشتروه او يشتروه من على امازون وهيلاقوا فيه حاجات كثيرة جميله وجيده اشكركم اصدقائي والقاكم في لقاء اخر مع مجدي خليل شكرا جزيلا